السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الاخوان من جديد. فيديو جديد وتجربه جديده. اليوم معنا الساعه الذكيه الكي سيليكت الكي ار. بعد ما جربنا الكي 11 دابا طلبتوا مني نجرب معكم الكي ار. الساعه هذه الفرق بينها وبين الاخرى انها هذه كتدعم المكالمات. المهم كاين بتي ديفيرون بينها وبين الاخرى. اجيو نتعرفوا على الساعه الذكيه ديالنا الكي ار. وفي هذا الفيديو الاخوان كاينه مسابقه للفوز بساعه ذكيه كي ار. طريقه المشاركه غتعرفوا عليها في اخر الفيديو، ولكن اول حاجه الاخوان ما تنساوش الدعم ديالكم، نشوف اكبر عدد ديال لي لايك باش هكا تشجعونا، ومن بعد ان شاء الله نبقى نحط لكم ديبا لي جيفوي. فساعه ذكيه الثمن ديال الاخوان ما كيتجاوز الثمن ديال 550 درهم. اشنو غتحصل على 500 مقابل 550 درهم؟ ساعه ذكيه ومعها واحد الصنطه كادو كتجي معها اضافيه. فخلنا نتعرفوا الاخوان على الساعه الذكيه ديالنا الكي ار. فالكي سيليكت الكي ار كتجينا بشاشه اللي سماوها هنا سومي اموليد، ماشي الاموليد، ماشي سيبر اموليد، وانما سومي اموليد. شنو هي كتعني؟ الاي بي اس ال سي دي نقولوا، وبجوده عاليه، بجوده ديال الفول اتش دي، ريزوليوشن ديال 360 في 360 بيكسل، وهنا الشاشه عليها طبقات حمايه. الساعة نفسها كتجيب تصميم صراحة اللي رائع، خفيفة في اليد، تقدر تركبها في يد ديالك، ما كتحزم، خفيفة المريحة في اليد، وجاية معها صنطة لإضافية تقدر تبدلها مثلا، وغنية بلي واتش فيس، تقدر تبدل تل أكثر من 100 واتش فيس. تقدر إضافة إلى ذلك تقدر تخصص صورة مثلا، صورة صغيرة، صورة مفضلة لك، تقدر ديرها في الشاشة ديال الساعة الذكية. ساعة اللي كتجينا كتدعم المكالمات، فيها ميكروفون وفيها جوج ديال السماعات، تقدر تستمع منها هي نفسها الموسيقى، وتقدر أيضا تهضر منها، تسمع الشخص اللي كيهضر معك، تقدر تهضر معاه ويسمعك عادي. مثلا التليفون تحطه في شي بلاصة بعيدة، ففيها الخاصية هذه. هذه هي نقدر نقول لكم النقطة ديال الفرق بينها وبين الكي الأونس. دابا الخوت غنجربوا القضية ديال المكالمة في الساعة، نشوفوا واش نشوفوا القضية هذه مع بعض الإخوان. أن نسيو دابا نهضروا مع واحد الصديق. السلام عليكم سي خالد، بخير؟ كلشي مزيان يعني خويا. راه كنسجلوا دابا واحد الفيديو ياك، كنجربوا واحد الساعة، كتسمع لي مزيان؟ تا راه كنسمعك مزيان اخويا، الله يحفظك ليا با خالد، سمح لنا، شكرا. بارك الله فيك. ودابا هو كيصوني غنجاوبو. با خالد بخير؟ بخير هاني. صافي شكرا اخويا، بارك الله فيك. صافي هو هذاك، شكرا، بارك الله فيك. الساعة قلنا الثمن ديالها ما كيتجاوزش 550 درهم، فكتعتبر من بين الأفضل حاليا موجودة في السوق. كتدعم أكثر من 70 مود ديال الرياضة، كما أنها كتجيب كتعتمد عليها مثلا في التتبع ديال الصحة ديالك، دقات القلب مثلا، ستريس، عدد ساعات النوم، الطقس، وكذلك السعرات الحرارية. تقدر تتبع بها الصحة ديالك على مدار اليوم. فبالنسبه للناس اللي غيسولوني واش يقدروا يعوموا بها ولا شي حاجه، فهي جايه بمعيار الابيتيميوستين، ما كاينش مشكل بالنسبه لهذه الساعه هذه، فهي جايه بمقاومه للماء ايبي 68. بالنسبه للبطاريه الاخوان، البطاريه جايه ب 280 ملي امبير، تقدر تمشي معك 3 ايام استخدام لمكثف، و 3 ايام استخدام لعادي. فإلا استخدمتها مثلا بلوتوث وابل وموسيقى وبزاف مثلا ديال سميتو، تقدر دير لك 3 ايام استخدام اللي يكون نقولوا بينه وبينه عادي، فتقدر تمشي معاك حتى 9 ديال الايام. كتجيب جوج ديال لي بوطون تقدر تحكم فيها، فيها بزاف ديال الاعدادات، كتدعم حتى 18 لغه من بينها اللغه العربيه. فيها اللغه العربيه لا في السيستم لا في الاشعارات. بالنسبه للميتيو الطقس قلنا النوم، تقدر تشغل الموسيقى، الريفاي، النوتيفيكاسيون تقدر تبروغراميها مثلا، الاشعارات ديال الفيسبوك، ميسنجر، واتساب، انستغرام وما الى ذلك. تقدر تعتر بها على التليفون ديالك مثلا. فيها ايضا اللي مميز في الساعه هذه كتدعم لي جو، ففيها جوج ديال لي جو مدرجين هنايا كيجيو فيها، ففيها جوج ديال لي جو. فهاد القضيه اللي صراحه ممتازه جدا، وقليل في كنلقاوها في هاد الساعات اللي مثل هاد السعر هذا ولا في هاد الفئه السعريه. فهذه الساعه الاخوان، ساعه الكي سيليكت الكي ار. عطيوني الراي ديالكم في هاد الساعه هذه،
فبالنسبه هنا الاطار ديالها كنقلنا كتجي هنا التصميم ديالها الاطار ديالها هنا معدني ومريحه في اليد تلبسها في اليد ديالك فهي مريحه جي. كتجيب جوج ديال لي بوطون تقدر تحكم فيها فيها بزاف ديال الاعدادات كتدعم حتى 18 لغه من بينها اللغه العربيه تقدر تعتمد عليها خصوصا في هذا السعر هذا كتعتبر من بين افضل الساعات الموجوده في هذه الفئه السعريه. دابا الاخوان اجيو ندوزو لطريقه المشاركه في المسابقه باش شاركوا باش تدخلوا السحب الاخوان انصبروا واحد 10 ايام ولكن تبينوا لي التفاعل ديالكم نشوف اكبر عدد ديال لي لايك لهذا الفيديو هذا من تما ان شاء الله واحد 10 ايام غنعلنوا على الفائز في الانستغرام تبعونا على الانستغرام اللي هو هذا الو كمال في الانستغرام دخلوا عندنا باش تما ان شاء الله كنديروا الاعلان على الفائز. يا الاخوان نضرب لكم ان شاء الله موعد في الفيديوهات الجايه كان معكم اخوكم كمال السلام عليكم.